موجز اليوم الأنباء، أهلا بكم. شدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على ضرورة إبقاء المؤسسة بعيدة عن كل النزاعات الداخلية، موضحا في كلمة له الثلاثاء خلال تشتام هاوس بلندن بأن الوضع في حقل الشرارة لا يزال تحت القوة القاهرة. وأشار صنع الله أن الحل يكمن في وجود قوة عسكرية مختلطة ومع وجود إطار أمني قوي تشرف على إدارتها المؤسسة الوطنية، مؤكدا أنه لا يمكن أن تنجح الإصلاحات السياسية في غياب الإصلاحات الاقتصادية الملموسة على حد قوله. شدد وزير الداخلية بالحكومة المقترحة فتحي باشاغا على ضرورة المجاهرة بالأمن داخل مدينة صبراتة عقب الخروقات الأمنية التي شهدتها البلدية مؤخرا. وأكد باشاغا أن مهمة الداخلية توفير الأمن والأمان للمواطن بعيدا عن التجاذبات السياسية. جاء ذلك خلال اجتماع له بمسؤولي الأجهزة الأمنية بالبلدية صبراتة الثلاثاء وبحضور وكيل وزارة الدفاع وأعضاء المجلس البلدي. نوقش فيه المشاكل التي تعاني منها المدينة ومحاولة إيجاد حلول لها بكافة القطاعات. قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل إن الوضع في ليبيا لا يزال يعاني من تأثير التدخلات الخارجية والتي تعقد الخروج من الأزمة وفق قوله. جاء ذلك خلال لقاء مساهل في واشنطن مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد جيمس، وذلك على هامش الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن محادثات مساهل مع الجانب الأمريكي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما جدد الطرفان التأكيد على تمسكهما بحل سياسي وسلمي في ليبيا، مؤكدين توافق الرؤى بين الجزائر والولايات المتحدة في هذه القضايا. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن بلاده على تواصل مستمر مع ممثلي سيف القذافي الموجودين في أوروبا والدول العربية وكذلك في داخل ليبيا. وأشار المسؤول الروسي في تصريح نقلته عربي 21 الأربعاء أن موسكو تتواصل أيضا مع الأطراف اللبنانية من أجل إنهاء حبس هانيبال القذافي، وصفا اعتقاله بالغير المنطقي. من جهته أشار المحلل السياسي أسامة كعبار أن روسيا تعمل جاهدة للعودة إلى المشهد السياسي والعسكري الليبي، فليس من الغريب أن يلجأ أتباع القذافي إلى حلفائهم في حل بعض مشكلاتهم على حد قوله. احتلت ليبيا المرتبة 170 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018. وكشف التقرير الذي صدر الثلاثاء عن منظمة الشفافية الدولية أن الفشل المتواصل لمعظم الدول في الحد من الفساد على نحو فعال يسهم في مفاقمة أزمة الديمقراطية في العالم. واستند مؤشر مدركات الفساد إلى 13 استطلاعا وتقييما للفساد أجراه خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليما، حيث تصدرت القائمة الدنمارك ونيوزيلندا، في حين احتلت الصومال وجنوب السودان وسوريا أدنى مراتب المؤشر. بهذا الخبر ينتهي الموجز، إلى اللقاء.